السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد بالنسبة لليونيتي 5 في الدعم ديال الصفحة 156 اللي غتكون الأخيرة. إذا غنبداو على بركة الله جو برودوي. إذا قالك هنا إكخي لي مو، إذا هاد الكلمات اللي عندنا هنايا غنكتبوهم هنا. إذا أنا بديت بواحد جوج كلمات، إذا غنكملو الآخرين. إذا هنا أون غيفيير، أون غيفيير، أن هيرون، هيرون، دي زالغ، دي زالغ، ريسبكتي، ريسبكتي. إذن هذا فيما يخص السؤال الأول. إذن السؤال الثاني يقول كوبي لا فراز سويفونت. إذن عندنا واحد لا فراز هنايا غنعاودو كتابتها هنايا. Il est important de respecter ces formes de vie, plantes, poissons et animaux. إنه من المهم احترام أشكال أنواع الحياة. Les plantes هما النباتات، les poissons الأسماك، les animaux الحيوانات. إذا نحاول نكتبو هنايا. Il est important de respecter forme de vie de point plante plante virgule poisson et animaux. Il n'a pas fait ni sur la place d'ailleurs d'un animaux. شو السؤال رقم ثلاثة؟ إذا السؤال رقم ثلاثة يقول كومبليت افيك دون أو كوم. إذا دون هي في ولا داخل، وكوم مثل. دون لا مير فيف دي بواسون، يعني في الماء تعيش أسماك. هنا دايرين لي ساردين، لو ميرلان، إي لو تون، يعني تتعيش أسماك. شنو هما هاد الأسماك؟ لي ساردين، السردين، الميرلا، أو تون. إذا واش غنديرو في هذا ولا غنديرو كوم؟ إذا غنديرو كوم. كوم بي لي زالغ اي لي نونيفار بوس نالو دي لاك اي دي ريفيير. إذا اش غادي نقولو هنايا؟ إذا غادي نديرو هنايا دون. إذا لي زالغ اي لي مونيفون الطحالب والزنابق، بوس يعني وسط الماء، دون لو دي لاك ريفيير يعني تسبح في الماء، ماء الأنهار و البحيرات، دوك البحيرات الصغيرة. إذا رابعا أونتوغ، إذا هنا أونتوغ غندورو على لو مو كي كونفيان، ندورو على الكلمة الصحيحة كي يغوكوبي لا فراز. إذا نعاودو كتابة الجملة. إذا هنا عندنا إيل هي و إل هن. إذا عندنا لا غوينيل في سور لا تيغ إي دون لو. قالك لا غوينيل هي الضفدعة، الضفدعة في تعيش سور لا تيغ، إذا فوق الأرض، إذا اليابسة، إي دون لو وفي الماء. إذا واش غادي نديرو هي ولا هن بلاصة لا غوين؟ إذا غنديرو هي، إذا غنديرو إل بلاصت هاد لاكغوينيا نديرو ال. ال في سور لا تيغ، سور لا تيغ اي دون لو. تخي بيان، اذا هذا هو الجواب الصحيح. اذا نفس القضية، هنا عندنا ايل هو وهنا هم. لي كانار، الكانار هو البط. ناج بخي دو لا ريف، إذا كيعوم بالقرب من الشاطئ، يعني تيعوم غير في قريب للشاطئ، ما تيعومش في الداخل في لي زوسيون، يعني في المحيطات الداخل ولا في لا ميغ الداخل، كيعوم غير في الشاطئ. إذا لي كانار واش غنقولو هو ولا هم؟ إذا عندنا لي اس هنا، إذا غنقولو هم. إيل، إذا هادي غنعوضوها بلي كانار. إيل ناج، إي ناج بخي de
La rive, de la rive. إذا ندوزو السؤال رقم خمسة. إذا اش كيقول السؤال رقم خمسة؟ مي اون اوردر، إذا غنرتبو لي سيلاب. إذا عندنا هنا لي سيلاب بوغ إكخيغ لي مو، إذا كل وحدة على حدة، إذا هادي بوحدها وهادي بوحدها وهادي بوحدها وهادي بوحدها وهادي بوحدها، إذا هما مفرقين، عندنا كلمة مفرقين هادي هادي سيلاب. حنا شغا خصنا نديرو؟ خصنا نجمعو هاد لي سيلاب باش يعطيونا مو. إذا هنايا مثلا عندنا اش غيكون هنا؟ إذا عندنا مي فاغ ني، إذا غادي نديرو ني نو فاغ، ني نو فاغ، ني نو فاغ، نو فاغ. هنا عندنا ناغ كا، إذا غتكون عندنا كاناغ، كاناغ. هنا إمبوغ، إذا غتكون إمبوغتون، إمبوغتون مهم، إمبوغتون. هنا عندنا ني أمو، إذا أني مو، أني مو. هنا عندنا بيك غيس تي، هنا غيس بيك تي، غيس بيك تي، سبيك تي. إذا غندوزو للتمرين رقم ستة. إذا التمرين رقم ستة كيقول مي لي مو اون اوردر بوغ إكخيغ اون فخاز، إذا هادو كلمات غنرتبوهم باش يعطيونا جملة مفيدة بحال اللي كنا كنديرو قبل. إذا دائما كنشوفو الكلمة اللي كتبدا بماجوسكول، إذا فين اللي كتبدا بماجوسكول هي لا، إذا غنبداو بلا، واللي كتسالى بوان هي اللي تنساليو بها. إذا نينيفار هي اللي غتكون هنا، نينو. علاش نينيفار؟ حيت كتسالي بوان، اللي كيسالي بوان هو اللي كنساليو به الجملة. لا، إذا اش غديرو؟ لا غرينيل، لا غرينويل، لا غرينويل، مالها لا غرينويل؟ صوت، إذا تقفزو، تقفزو الصوت سيغ، إذا غرينيل لا صوت سيغ لي نينيفار. صافي، إذا هذا هو الجواب الصحيح، لا غويني سو سيغ لي نينيفار. إذا بالنسبة لا الماديوكتي، طبيعة الحال كيف دائما الأستاذ ولا لونسيونو هو اللي كيعطيك الكلمات اللي غدير فيهم ماديوكتي باش تكتبهم هنايا. إذا كنشكركم مشاهدي الكرام على حسن تتبعكم، ما تنساوناش بلي لايك بالتعليقات ديالكم، اللي مازال ما تابوناش في القناة تابونا، والتشجيعات ديالكم راه كيحمسونا أكثر باش نعطيو دائما إفادة ونعطيو الجديد. إلى اللقاء.